السلام عليكم ورحمة الله زوف اللوين. في افتتاحية العدد الأخير تاع الجيش لاحظنا واحد الهراء واحد الكلام واحد يعني عمرها المجلة ما طاحت إلى هذا المستوى. مازالت وقت الخشب ومازالت وقت كذا ومنا، وكأنه هذه المؤسسة اللي دمرها نقول مليح دمرها قايد صالح وجا بعده شنقريحة، ودجا من قبل فتح باب الفساد على أيدي نزار وتوفيق. تفتح باب توفيق أول مجرم، بالإضافة إلى الاغتيالات والفقدان تاع الناس، أجرم في حق الجزائر لما فتح الباب للفساد والرشوة، في حين أنه الجهاز الأمن مهمته الأولى هي الحفاظ على الاقتصاد الوطني، لأنه الاقتصاد هو كلش البلاد. يشوف الناس تسرق ومنهم جماعته يسرقوا، الناس كلها ولا تسرق وهو يتفرج. وبعد يجيو اليوم هذا المجلة يقول لك يعني ناسيين قداش من جنرال، فوق من 30 جنرال في الحبس بتهمة الفساد والرشوة. هذا جيش تكلموا عليه؟ ايوا نسيتوا بلي هذا الجيش هذايا مسؤول الامن اللي 25 سنة مسؤول امن دخل الحبس، ولحقوا اللي خلفه وما زلوا في الحبس، ومدير أمن الجيش، ثلاثة مدير ولا أربعة مديري أمن الجيش في الحبس، مدير الأمن الداخلي راهو في الحبس، مدير الأمن الخارجي راهو في الحبس، مدير الأمن الوطني البوليسية جاي من الجيش جنرال هامل راهو في الحبس، وزير دفاع سابق كان هارب لإسبانيا ومتهم باختلاسات وتبييض الأموال وبالعزاء والدنيا كامل، زوج جنرالات راهم هاربين، قائد الدرك الوطني السابق فراهو في الحائرة وهارب. واش من مؤسسة تكلموا عليها انتم؟ واش من جيش اللي تكلموا عليه؟ تكلموا على الجيش تاع بالقصير اللي هارب، وشنتم بها شنو في هارب، وطرطان اللي راهو في الحبس، والهم اللي راهو في الحبس، وتوفيق اللي كان في الحبس، وجنرال حسن اللي كان في الحبس، وجنرال جبار اللي كان في الحبس، وش 30 جنرال راهم في الحبس، وجنرال بوعزة في الحبس. او انا من تكلموا شبيلي البغل اللي كتب الافتتاحيه بغل، ما على باش بلي قادر هو كان يكون في الحبس، لان المدير هذيك لاميور اللي كان مدير على مجلة الجيش تاعكم، اللي كان مدير عليكم وعلى الماضي، راهو في الحبس، راهو في سين جيم في 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 في, في, في الدويره. واش تجي تخبطوا علينا؟ الجيش الوطني الشعبي والجنده، واش من جيش وطني شعبي؟ الجيش الوطني كسرتوه رديتوه جيش فاسد، جيش جنرالات، او جيش تاع محبسيه، جيش تاع محبسيه، القياده تاعو محبسيه، القياده تاعو متسكعين، سو سون دي ديلينكون، سكون ابال ان فرونسي دي ديلينكون، متسكعين. جيش قيادته متسكعة، جيت تكلموا عليه ما تحشموش يا ولاد الحرام. هذا اللي كتب الافتتاحية، هذا قادر يسيب روحه في البليدة، وكلهم قادر يسيب روحهم في البليدة. سبحان الله، جيش قيادته تاع تسكع متسكعة، سيدي ديلينكون، سي دي فويو، دي كليبتومان، دي فولور، وشنو هذا؟ يروحوا قبل ما تكذبوا مغسلين وجوهكم، حاشا من يسمع في بول الكلاب، جايين تكذبوا على الشعب، بالك الشعب ما يعرفكمش ولا، يهاولي لان يقول فيه واقع ولا ماهوش واقع، قادرين تكذبوني يا ولاد الحرام؟ أنا الجيش خدمته نهار اللي كان جيش نظيف،
ما جلت الجيش انا كنت رئيس تحرير عليها لما كانت مجلة نظيفة، وكنا نكتبوا بنزاهة ونكتبوا لاننا بيضة، انا بيض كي الحليب، عياو سيادكم واللي يقبل منهم واللي راه اليوم كش ما يسيبوا لي تخشع على هذاك. انا اليوم نهينكم ونسبكم ونشتمكم ونعريكم ونفضحكم، ما تقدرش تدوا لي جرام، خش دوا لي جرام يا ولاد الحرام باش انا سيفكم. انا بيض كي الحليب على هذاك اللي نتكلم ونزيد نتكلم ونجيب الجردان يتكلم زعما اه وكذا، والو ما تقدرش معايا انا تسيب والو. كان صبتوا لي تخشع هك راك معلقتوني، راك معلقتوني. ناري لا مافيا دي جينيرو تلمو كاع راهو عند توفيق، هات كش ما نصيبو كش ما عندك عليه والو، راحو يجرو عندك حلعيات الله يرحمو انت تعرفو واش كش ما عندك. قال مش تعرف قام سين اوفيسي ديليت نظيف كومبيتون فالي با تخلوه يخرج من الجيش، هذا واش خا طلعو معايا انايا مسخين يا اندال يا رخاس. ربي يقدر الخير بلادنا ونعطيكم الرد من بعد بالصور تاع الجماهير. هذا ردي انا عليكم يا ولاد الحرام، والحرام هذاك اللي ماش ما يعرف لا بي ولا مو لا تسمى دون لو سونس لا غير يقدر يكون عنده بابا هو يما، احنا دون لو سونس تاع اخلاق اخلاقين مالكش بيو يتنكر له لانه يكتب كلام كيما هذايا سيدي للبارود كدا ومن العسكري ما يتكلمش هالكلام. العسكري تاع بارود اقرا يا باغالون يا اخي الارشيف تاع مجلس الجيش عندكم، احكموا الارشيف من عدد اكتوبر 79 انا بديت نشرف عليه من هي، والعدد الخاص تاع نوفمبر 79 العدد الخاص ذكرى 25 الثوره، احكم من هي حتى ل 86. شوفوا داكم كيفاش كان يمشي فيها، كيفاش كان يمشي المجلة، كيفاش كانت المجلة. ها هو هذاك بوخنونة هذاك غدجاتي كان تحت أوامري، عمري ما عرفتو يكتب حرف ما يعرفش يكتب، اليوم راه هو مدير تاع العام، مشي تخرفوا، روح تعلموا، روحوا قراوا الأعداد اللي كنت أنا نشرف عليها في الأعوام اللي كنت نشرف عليها باش تعلموا تكتبوا تعلموا تكلموا، زادت كلمة المؤسسة العسكرية والجيش وقيادة الجيش، قيادة تاع تسكع، قيادة متسكعين. ربي يقدر الخير بلادنا ويبعد عليها ولاد الحرام. السلام عليكم ورحمة الله.